لا انت ما انتبهت يا استاذ، الشارع يا استاذ الركالي، انا كنت قد قلت شيئا للدكتور عقيل، التظاهرات الصدرية قد تخرج على طريقة تشكيل الحكومة وفقا للتوافقية والمحاصصة. السيد الصدر والتجربة تقول أي تشكيل من هذا النوع يولد ميتا. عندنا 18 سنة التوافق ما نجح، الناس يعتقدون بهذا، سيظهرون أو تظهر المعارضة أو تشكيل نفسها على طريقة التشكيل القديمة الجديدة. مستاذي، مو أنت جنابك يعني سيد العارفين عندما وصفت الانسحاب بالإيثار والتضحية، السيد رئيس البرلمان والقوى السياسية قالت الإيثار. إذا تسمح لي أستاذ نجم، أي إذا تسمح لي، أي كيف يكون هذا إيثارا ويتم من بعده تخطيط لإثارة شارع؟ أنا ما أفهم الأمور بهذا الشكل. أنا أفهم نعم موقف فيه إيثار وإيثار كبير وتضحية لم يسبقه أحد قبله أبدا. كيف ستقابلون هذا الإيثار؟ هذا الموقف الكبير، أحسنت، سيمهل التيار الصدري ويفسح المجال لكل الكتل السياسية بدون استثناء، وليس فقط الإطار، أيضا سيمهل حلفائه الذين الآن خرجوا من التحالف الثلاثي وإنقاذ وطن وبدأوا يطلقون أنهم تحالفا ثنائيا. طيب، إذن أمام هذا الرد ولهذه التضحية ولهذا الموقف الكبير لابد أن تكون حكومة بمواصفات في منتهى الدقة كما يقال. طيب، يعني معذرة للمقاطعة سيد الركابي، إذا كنتم تطلبون من السيد الصدر مهلة حتى يرى هذه الحكومة، لماذا لم تمارسوا هذا الدور على أنفسكم ومنحتم السيد الصدر مهلة ليشكل حكومة الأغلبية الوطنية وتنتظرون ماذا سيحدث؟ لماذا الآن أنتم تطلبوا منه وكان منكم أن تمارسوا نفس الدور؟ أنت غيرت أستاذ نجم، غيرت كلامي 180 درجة. أنا لم أقل أنني أن الإطار سيطلب من سيد مقتدى أو من التيار الصدري مهلة لتشكيل الحكومة وإعطاء الصبر عليها لمدة سنة. أنت حاجيتني على جمهور، ما حاجيتني على موقف سياسي يا أستاذ نجم. الموقف السياسي شيء والجمهور شيء آخر. ولذلك السيد الصدر الآن يمثل قاعدة جماهيرية بعد انسحابه. يا أخي، القاعدة الجماهيرية شيء، عندما تريد أن تخرج لا يعني أنها خرجت بأوامر. والموقف السياسي لسماحة السيد مقتدى الصدر شيء آخر، قد يكون فيه انزعاج، قد يكون فيه عتب، قد يكون فيه رؤية. فعلا رجل أعقل من الآخرين وارتأى أن تضحيته هي التي ستكون بوابة الفرج في عملية في الإصلاح والخروج من الانسداد السياسي. فبالتالي أنا أتحدث من جنبة سياسية. أقول الحكومة إذا القادمة إذا أرادت أن فعلا ترضي الشارع وترضي الطبقة السياسية المنسحبة ذات التأثير الكبير والركن الكبير على الصعيدين المجتمعي والسياسي، عليهما أن يسعيا بتنفيذ أدق التفاصيل على الأقل في الجانب الخدمي للمواطن، بتحقيق أشياء حقيقية دستورية، بتغيير بعض الأمور والنمطية التي من شأنها أن تكون مفتاحا للانتخابات القادمة. هذا الوضع باختيار رئيس وزراء جديد غير مستفز بمواصفات كبيرة، هذه القضايا أتصور أنه التيار الصدري سيدعم لها، وقد يكون هو بالمناسبة قد يعني الآن إحنا ما ندري انسحبوا من البرلمان، لكن قد يكون لهم تواصل ووجود في الحكومة على الأقل بالأجزاء المتبقية الحالية الموجودة.